قال المؤلف رحمه الله: شروط الخطبتين خمسة. الأول دخول الوقت. نعم، ما يصير خطب الجمعة قبل الوقت، كما قلنا هي لا تصلى الجمعة قبل الوقت، ومنها الخطبة. يعني ما يصير يخطب بعد صلاة الفجر مثلا قبل طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وبعدين يقول لا احنا راح نصلي بعد ارتفاع الشمس. نقول لا، الخطبة أيضا لابد تكون بعد ارتفاع الشمس، أي بعد دخول الوقت. نعم. الثاني النية. نعم، النية، النية أن تكون خطبة للجمعة، النية أن تكون خطبة للجمعة. يعني تشوفون انتم بعض المساجد في بعض البلاد، يمكن ما عندنا هني، لكن في بعض البلاد يخطب قبل خطبة الجمعة، يقوم يتكلم، يمكن في تركيا كأنه يقوم يتكلم ويخطب هذا قبل خطبة الجمعة. فلو واحد مثلا في بعض البلاد سوى درس قبل خطبة الجمعة وكذا كذا كذا، خلها خطبة الجمعة، خلاص ليش تخطب؟ هذه خطبة الجمعة ما شاء الله طويلة ومرتبة، وهذا قال ها يلا هذه خطبة الجمعة، ما يصير، ما نواها خطبة الجمعة. إذا لابد من النية، لابد من النية، هو أن ينوي أنها خطبة جمعة. نعم. الثالث وقوعهما حضرا. نعم، الخطبة والصلاة للحضر، أما إذا كان مسافرا السفر ما في صلاة جمعة، السفر فيه صلاة ظهر، وإنما صلاة الجمعة لغير المسافر. نعم. الرابع حضور الأربعين بالإمام. نعم، لابد من حضور أربعين أحدهم الإمام، لابد من حضور أربعين أحدهم الإمام، أقل من أربعين لو خطب الجمعة. يعني شوفوا، واحد خطب بالناس الحضور 35 ويخاطب، خلص الخطبة ولا خلص الخطبة الثانية، قام صاد خلوا 10، إذا الصلاة حضرها أكثر من 40، لكن الخطبة هذا لا، ما يصير، ما تصلى، تصلى ظهرا، صلى ظهرا. لماذا؟ لأن الخطبة مو صحيحة. ليش مو صحيحة؟ ما حضرها العدد المطلوب، هو إذا لابد الخطبة يحضرها 40 فما فوق، وكذلك إيش؟ الصلاة يصليها 40 فما فوق. نعم، والعكس صحيح، يعني لو حضر الخطبة 40 زين، 45 حضر الخطبة وانتهت الخطبة الأولى، نص المحاضرين ما عجبهم الإمام طلعوا زين، راحوا، كان مو حلوة خطبة، تخرج مسجد ثاني، صار عدد اللي معاه 20، ماذا يصلون؟ يصلونها ظهرا. إذا لابد أن يحضر الخطبة 40 وأيضا يحضرون الصلاة. نعم. إذا لو صار تبادل مقاعد، مساجد يتبادلون، يروحون حق الإمام وهذا يرجع حق الإمام، يصير؟ لا ما يصير. نعم. الخامس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها. هذه مشكلة شوي، أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها، هذه تشكل على قضية، وهي الخطباء الزوار. يعني لو جاء من مصر مثلا شيخ مثلا عالم وجاء 3 أيام الكويت، خلوه يخطب جمعة، ما يصير على المذهب. ليش؟ لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه، مذهب أحمد ما يصح، لازم يكون حتى الخطيب ممن تجب عليه الجمعة. وهذه تحدث كثيرا الآن، يجون من السعودية، من قطر، من الجزائر، من المغرب، من مصر، من تونس، من الإمارات، من بعد عدة دول إسلامية كلها زين، يأتي خطيب زائر، وكثير يحدث هذا ولا لا؟ يأتي خطيب زائر ويخطب الجمعة وهو مسافر أصلا، ما هو من أهل البلد، ويخطب بالناس الجمعة على مذهب أحمد إيش؟ ما تصح الصلاة، لأنه لا تجب عليه الجمعة. يقول لابد أن يكون الخطيب ممن تجب عليه أو تصح إمامته الجمعة، ولا تصح إمامة المسافر بالمقيمين في الجمعة. لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنها تصح، يعني لكن مذهب أحمد نحن نتكلم ما تصح، لكن الصحيح أنها تصح. نعم.